مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظم قطاع المكتبات فعالية بعنوان أبطال التحدي عام جديد أمل جديد، وذلك بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات. احتفالية جميلة جدا، احنا فعلا محتاجين دايما يبقى فيه نوع من المودة كده، كل ذوي الإعاقة بكل المهتمين بيهم. النهاردة كانت حاجة جميلة، مكتبة اسكندرية مع الأكاديمية العربية للنقل شفنا أبطال في كل المجالات النهاردة، سواء كانت في الرياضة في الرسم، يعني حاجة الحقيقة مشرفة وحاجة جميلة جدا. عندنا 15 مليون معاق في جميع الإعاقات، صوت الشعب المصري لا نستطيع إغفالهم بأي حال من الأحوال. إحنا كاتحاد دورنا الرئيسي إن إحنا بنعمل بننشر الرياضة على مستوى جمهورية مصر العربية، بنفعل النوادي، بنشترك بأولادنا محلي وإقليمي ودولي، إن إحنا بنحاول نعمل ملتقى توظيف بالنسبة لهم، بنحاول نعمل ملتقى فنون، هدف ملتقى الفنون إنه يوعي المجتمع، بنحاول نوري أولادنا في جميع المجالات زي الأسواق بالظبط هم يقدروا يعملوا. كنت النهاردة طلعت بقى على المسرح، بقى غنيت بقى محمد منير ويونس وعلي حجار عارفة، كمان أنا حافظ 27 جزء قرآن بقى، وقعد بقى برسم بلون. كل الناس بتشتغل وبتقبض فلوس نتيجة شغلها، كل الناس بتشتغل وبيجتهدوا وبيترقوا، لكن مش كل الناس اللي عندهم أطفال ذوي قدرات فائقة بيقدروا يقفوا معاهم يوصلوهم للي شفناه النهاردة. فأنا بقول لكل أب وكل أم، لو أنت عندك هدية من دول، لو تعبت شوية فيها هتشوف نتيجة هترضيك عن مليون حاجة تانية ممكن تبقى ناجح فيها، وفي غيرك مكررين ناجحين في نفس الحاجة. كان عنوان ورشة العمل التي أقامها مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية. مكتبة إسكندرية بتمثل المشروع قافلة العشر كلمات للسنة الثالثة، مركز الأنشطة الفرنكوفونية بيشترك في هذا المشروع الدولي. السنة دي في أكثر من 50 دولة مشتركة في هذا المشروع. المشروع ده قائم على فكرة تشجيع المتحدثين باللغة الفرنسية على الإبداع والابتكار من خلال العشر كلمات اللي بتعلن عنهم المنظمة الدولية للفرنكوفونية كل سنة. السنة دي الموضوع بتاع الكلمات عن الأصوات وكل ما هو متعلق بالصوت والنبرات. فإحنا قررنا أن احنا ننظم مجموعة من ورش العمل نشجع فيها طلاب المدارس خاصة المتحدثين باللغة الفرنسية أن هم يشتركوا في الورش دي، على أساس أن هم يبدعوا بأشكال مختلفة عن طريق الشعر، عن طريق الغنى، عن طريق المسرح، أن هم يفكروا في معاني الكلمات. الكلمات دي ما هيش معتادة، مش الكلمات الموجودة في القاموس، لكن هي كلمات موجودة في الدول الناطقة باللغة الفرنسية ومش شرط تكون متعارف عليها في بقية الدول. هما في المدرسة قالوا لنا عن الاكتيفيتي ده، واللي حابب يشترك دي يعني حاجة اختيارية مش إجباري، وانا الموضوع يعني حمسني قوي عشان خصوصا انا بحب الحاجات الثقافيه والاكتيفيتي وكده. اكتر كلمه عجبتني هي تريكولون، يعني تريكولون دي معناها يعني شخصيه مرحه وبتحب تهزر، هي يبقى عامه الصفه دي تبقى موجوده في الكلون اكتر، وانا عامه بحب المرح. يعني انا احسن حاجه عجبتني ان انا يعني تعرفت على ناس، اكتسبت صداقات اكتر وكده، وكمان حاجه مفيده وفي نفس الوقت مسليه، فدي اكتر حاجه شدتني في الاكتيفيتي ده.
استمتع زوار مكتبة الإسكندرية بأمسية رائعة وحفل ذكريات بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وغناء سوليست أحمد حرفوش وداليا فريد، وذلك بمصاحبة أوركسترا المكتبة بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. يا حياتي بنساك لحظة بحياتي هواك ملا أوقاتي بالعكس 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 If you can make your mind up we will never get started And I don't wanna wind up being parted broken hearted So if you really love me, say yes. Yes. But if you don't dare, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد داخل أروقة مكتبة الإسكندرية تابعوا الموقع الرسمي للمكتبة www.bibalex.org ولمشاهدة بعض من هذه الأحداث والأنشطة زوروا قناة خاصة بالمكتبة على اليوتيوب وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية